السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. قام الدولي الجزائري محمد فارس بخرجة رائعة تحسب له، معيدا البسمة لطفل إيطالي. سرقت دراجته النارية على مقربة من ملعب دييغو أرماندو مارادونا بنابولي. ولقد لفت الظهير الأيسر لنادي لاتسيو الأنظار بتبرعه بقيمة 2500 يورو، مما سيسمح للطفل بشراء دراجة نارية جديدة، وهو مبلغ أكبر من قيمة الدراجة المسروقة. وجاءت هذه الخطوة من محارب الصحراء الجزائري لتعيد البسمة للضحية الذي كان يستعمل الدراجة النارية من أجل إعالة أسرته الفقيرة. ولقد نال بطل إفريقيا 2019 الإشادة من طرف الجميع بعدما أظهر روحا إنسانية وطيبة قلب كبيرة مع هذا الطفل. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.